بعد هذا ننتقل إلى رسالة من أحد الأخوة، يقول: أنا شاب في سن 20 ودائما أصدقائي يقومون بزيارتي في محلي ومقر عملي. البعض منهم دائما يتحدثون في أعراض الآخرين وفي تصرفاتهم السيئة، دائما نتحدث في غيبتهم ونحاول ونمنع البعض من التعامل معهم، هل هذا حرام علينا؟ أو ما هو النصيحة أو ما هي النصيحة التي أسمعها من فضيلة مرشدنا في هذا البرنامج؟ نعم، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. التحدث عن الإنسان صفاته الذميمة في حال غيبته لا يجوز إذا كان هذا من باب الغيبة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة لأنه ذكرك أخاك بما يكره، قال أحد الصحابة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكلا الغيبة والبهتان من أشد المحرمات، فالمجلس الذي يشتمل على غيبة هذا مجلس معصية، ولا يجوز للإنسان أن يجلس فيه إلا إذا كان ينكر هذا المنكر ويؤثر على أهله بترك هذه المعصية، فإنه يجلس معهم حينئذ. أما إذا كان يجلس معهم ويسكت ولا يعترض عليهم فإنه يكون آثما ومشاركا لهم في الإثم لأنه لم ينكر المنكر، وإذا رضي بفعلهم فإنه يكون مشاركا لهم في الغيبة أيضا. على كل حال هذا يجب إنكاره، ولا يجوز الرضا به والسكوت عنه، بل يجب إنكاره وتطهير مجالس المسلمين من هذه الغيبة الخبيثة. ولا يجوز من الغيبة إلا ما دعت إليه الضرورة، مثل أن يتحدث عن شخص عند ولي الأمر بما يزاوله من الأعمال السيئة من أجل أن يأخذ ولي الأمر على يده ويمنعه من ذلك، لأن هذا يكون من إنكار المنكر. وكذلك في حال المرافعات، إذا اشتكى إنسان أحدا ظلمه أو اغتصب ماله أو جحد حقه فلا بأس أن يذكره بما يكره عند الحاكم من أجل أن ينصف المظلوم منه، من أجل أن ينصف المظلوم منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. والواجد هو المليء الذي يأبى أن يسدد ما عليه من الديون، فلدائنه أن يشتكيه إلى الحاكم وأن يذكر أنه إنسان مماطل وأنه جاحد للحق أو مانع للحق، من أجل أن يأخذ الحاكم على يديه وينصف صاحب الحق. نعم.